أنا سالم، أعيش في خيمة الصولبان بمحافظة عدن، وكل صباح أستيقظ وأتوضأ ثم أصلي، ثم أصلي بعد ذلك أخذ سلة الروتين والكرت الخاص بالتسليم وأتوجه إلى مكان توزيع الروتين وأنتظر دوري بين العديد من الرجال والنساء الذين ينتظرون أيضا. عندما يحين دوري أستلم الروتين من الموظف الخاص بالتوزيع بكل لطف. أثناء عودتي أتحدث مع بعض سكان المخيم ونتبادل الأحاديث إلى خيمتي، حيث ينتظروني زوجتي وأطفالي لتناول وجبة الفطور. نجتمع جميعا على مائدة الإفطار ونتحدث ونشارك السعادة بتلك الوجبة. بعد ذلك أخرج للعب مع رجال المخيم وأطفالهم، وبعد ذلك أقوم ببعض المهام اليومية بالمخيم. أخيرا أشكر رجال الخير والداعمين وبالأخص مخابز الحرية لهذا المشروع الجبار الذي ساعدنا بشكل يومي لتوفير الروتين الذي يعتبر الوجبة الأساسية داخل المخيم.